يستلقون تحت أشعة الشمس عند الحدود المكسيكية الأمريكية بانتظار دورية حرس حدود تقلهم إلى أرض الأحلام، دون أن يعلموا أنهم قد يقلبون موازين الحكم، يطيحون بمن يرأف بهم ويرشحون من يتوعدهم. الرئيس الأمريكي جو بايدن يتلقى ضربة جديدة من منافسه ترامب، ولكن بيد أنصاره هذه المرة. فوفق استطلاع رأي أجرته مؤسسة هاريس ونشره موقع أكسيوس، أكثر من نصف الديمقراطيين يعتقدون أن هناك أزمة حدود حقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية، و42% من الديمقراطيين يؤيدون خطط المنافس ترامب في التعامل مع المهاجرين. 35% من الديمقراطيين يعتقدون أنه يجب إغلاق الحدود بشكل كامل، و30% يريدون إنهاء المواطنة التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة. آراء متطرفة للديمقراطيين مغايرة لآراء مرشحهم للرئاسة، حيال واحد من أهم الملفات التي ستحدد مصير من يتسيد البيت الأبيض في نوفمبر القادم.